يلا يا جماعة، إذا حابين تتمنوا أي أغنية هذا الوقت المناسب هلا. تمنوا أغنية صافية وقلوب بيضاء وأكيد رح تتحقق هلا. رحت حكي بالفيندر، كان خايف، خايف من هاي دورجا. بالزور لقدرت أقنعه، ما بعرف إذا رح يقدر يعمل هالشي، أنا متوترة. لازم تعطيه مصاري أكتر. أنا عطيته مصاري أكتر أمي. إجتني رسالة، رح نحصل على التسجيلات هلا. معناتها لازم نجيبهم. ايه شندي، لقيتي شي؟ كتير حلو. شو صار؟ في معلومات عن بالفندر، لازم نروح فورا. وبعدها رح اخذ سجلات المكالمات. ايه بس والمدام؟ انا هلا رح ابعث لها رسالة. عكل إن هي قالت انه الشغل اهم من كل شي. احنا لازم نتصرف مع الناس بطريقة طيبة بالإذن. خير، ما نحقد على حدا ولا ننويله بالشر، هيك حياتنا كلها رح تصير سعادة، وهذا الخير اللي عم نطلبه للناس أكيد رح يرتد لإلنا. بتمنى الخير لهالبيت واللي فيه. هدول راحوا أخيرا، وكمان دورجا مو مبينة، ما عاد في شي بيخوف أبدا، رح يخلص شغله بكل سهولة. يلا يا جماعة تمنوا معي. شو رح يصير يا ترى؟ حسسني قلبي إنه هي المراسم لحدا رح يموت، وهو أنا. بتمنى ما أتورط بشي مصيبة. لك ليش عيني عم ترف هيك؟ شو صار لها؟ ناقصني أنا هلأ؟ الظاهر إنه في شي مو منيح أبداً رح يصير اليوم. تمام، كتير منيح. بالفيندر ما لازم يهرب أبداً، وحتى الناس اللي عم يدعموه لازم يتحاسبوا شو ما صار. حكيم، أعطيني شوية ورد. كمان بدي تعطيني كم حبة كرز. وهلأ أعطيني المواد. أي مواد بتقصد يا حكيم؟ المواد اللي موجودين بهداك الصحن ليكن قدامك. أوه. ما كنت منتبه لهم، ما تواخذني حكيم، لا تواخذني. بسيط. عم نعمل مراسم بتجيب الحظ الحلو والشي المنيح، بس ما بعرف ليش حاسة إنه في شي مو منيح رح يصير هون، ومالي مطمنة. مدام، ممكن تجيبي الحلويات؟ يلا رح جيبن. ليكي شو حاطين هنيك شالو؟ مثل ما اتفقنا يا اختي، نحن التنتين رح نبهدل لاكشمي بس تقدم لنا الضيافه. حماتي كانت من الصبح عم تمدح فيها. لاكشمي رتبت المراسم، لاكشمي حضرت كل شيء، بس كمان لاكشمي هي اللي رح تدمر المراسم اليوم. اهانا، ايه جيبي لنا كمالت الحلو حبيبتي. ايه ماشي. عن جد حكيم، تفضل هاي الضيافة. شكرا. مدام هلا هاد الحلو؟ ايه حكيم، هاي هي اللي طلبتها مني. بس هات في توم. شو؟
التوم؟ توم؟ ايه صوفي، معقول؟ شو عم تقول حكيم؟ ايه مزبوط، هذا المحطوط توم. مين هذا يلي عم يحاول يخرب المراسم اللي عملناها؟ مين اللي عمل هاي؟ مرت عمي انا اللي ساويتها، بس صدقيني ما بعرف كيف صار فيها توم. كيف ما بتعرفي؟ مو هلا قلتي انه انت اللي عملتيها؟ ايه طبعا انا عملتها عمتي، بس صدقيني ما حطيت فيها توم ابدا، عن جد ما بعرف كيف وصلت. حاجة تحطي حجج لتغطي على اهمالك.